العصابات في هايتي تختطف يوتيوبر أمريكيا من أصل لبناني، ذهب إلى هذا البلد ليصور مقابلة مع رئيس عصابة. إيديسون بيير معلوف عرف على السوشيال ميديا بسفره إلى أماكن خطيرة وتصوير مقابلات مع عصابات وشخصيات خطيرة. اليوتيوبر البريطاني مايلز روتليج الشهير باسم لورد مايلز قال إنه تواصل مع معلوف عبر هاتف أحد الخاطفين، وأوضح أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 600,000 دولار من أجل إطلاق سراحه، ثم خفضوها إلى 60,000. وأضاف أن معلوف محتجز في قفص لكن معنوياته عالية ومتفائل بالإفراج عنه قريبا، مشيرا إلى أنه جرت محاولة سابقا لدفع الفدية لكنها سارت بشكل خاطئ، وأن العديد من الأشخاص يبذلون جهدهم لمساعدته. واختفى معلوف في 11 مارس، لكن تم إطلاق سراحه وكتب على منصة إكس: لقد تم إطلاق سراحي. هايتي تشهد حالة من العنف بعد انتشار العصابات في أنحاء البلاد وسيطرتها على معظم المدن، فيما أعلنت السلطات حالة طوارئ، ولا يزال الوضع ليومنا هذا متأزماً.